السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم تلاميذ سنة ثالثة متوسط على قناة جنة العلوم. سنتطرق لنشاط الثالث المتمثل في العلاقة بين المناظر الطبيعية ونشاط الإنسان، باعتبار نشاط الإنسان من أحد المكونات الأساسية للمناظر الطبيعية. إن نشاط الإنسان مختلفة ومتنوعة، من بين أهم هذه النشاطات النشاط العمراني. مثلا هنا هذه الصورة لبنايات أو عمارات بمدينة الجزائر العاصمة، وهذا يؤدي إلى تغير دائم للمناظر بفعل العمران. الصورة الثانية عبارة عن واحات عمرها الإنسان وشيدها، شيد فيها أحياء ومدن، وهذا كذلك ما يغير شكل المنظر الطبيعي تماما. الإنسان بنشاطه يغير هذا المنظر. هنا كذلك نشاط آخر يتمثل في استغلال الموارد، لاحظوا كيف شوه المنظر الطبيعي. لأن هنا الإنسان يقوم باستغلال طبقات الصخور ليستخرج منها المعادن كالحديد والفوسفات، وهنا منجم الرخام كذلك ينتج عنه تغير واضح في ملامح وشكل المنظر الطبيعي. يؤثر الإنسان كذلك بنشاطات الصناعية، هنا مصنع الإسمنت بمدينة سيك بولاية معسكر، وهنا محطة توليد الكهرباء. كذلك نشاط آخر منشآت كبرى، هنا طريق السيار شرق غرب، جسر وادي الرخام بالبويرة، ومصعد هوائي تليفيريك بالبليدة، ومطار هوريب مدين بالجزائر العاصمة. إذن فنشاطات الإنسان مختلفة، ليست محصورة فقط في هذه الصور، توجد نشاطات أخرى لكن هذه أهم النشاطات. إذن التعليمات متعلقة بهذا النشاط. التعليمة الأولى، تأخذ نشاطات الإنسان أشكالا مختلفة. أشكال مختلفة يعني هذه النشاطات وكذلك نشاطات أخرى، ليست فقط محصورة في هذه النشاطات كما قلت قبل قليل. إذن السؤال يقول: قدم مبررا لاختيار هذه الأمثلة الموضحة في سندات النشاط. يعني لماذا اختيرت هذه الأمثلة ولم تختار نشاطات أخرى بالتمام؟ لماذا اختيرت هنا اختير العمران والموارد واستغلال الموارد والنشاطات الصناعية والمنشآت الكبرى ولم تختار نشاطات أخرى؟ فتوجد نشاطات أخرى متنوعة. والسؤال الثاني، حدد من بين هذه النشاطات الموجودة في الصور في الوثائق أي فئة من نشاطات الإنسان تحدث تغييرا واسعا في المناظر الطبيعية، مع تبرير اختيارك عن طريق أمثلة توضيحية. من بين كل تلك النشاطات يوجد نشاط يحدث تغييرا واسعا وكبيرا في المناظر الطبيعية على نطاق كبير، على نطاق واسع، وبرر اختيارك مع إعطاء أمثلة. وأخيرا أعطي تعريفا وافيا للمنظر الطبيعي. الإجابة الأولى، إن كل من العمران الموارد ونشاطات الصناعية والمنشآت الكبرى هي نشاطات يقوم بها الإنسان تعمل على تغيير شكل المنظر الطبيعي، وذلك من خلال مساحات شاسعة لإقامة المدن أو تسريع عملية تعرية الصخور باقتلاع الصخور، هذا باستغلال الموارد طبعا، أو إنجاز طرق جسور مطارات على حساب الأراضي الزراعية. إذا باعتبار يعني لماذا اختيرت؟ باعتبارها أنها تحدث تغييرا واسعا على مساحات كبيرة، وتوجد نشاطات أخرى تحدث تغييرا لكن على مساحات محصورة فقط ومحدودة. والسؤال الثاني، أية فئة تؤثر أكثر؟ إذا هي النشاطات العمرانية، فهو أكثر الفئات تأثيرا وتغييرا المنظر الطبيعي بسبب الزيادة السكانية التي تستدعي بناء سكنات تستهلك مساحات شاسعة، وهذا لا يراعي قواعد الحفاظ على جمال المناظر الطبيعية، هو يغيرها بشكل كبير. وأخيرا تعريف المنظر الطبيعي، هو كل ما يظهر في مساحة من سطح الأرض سواء بشكل دائم، إما ثابت كالأشجار أو متحرك كالحيوان، إما طبيعي كالصخور أو اصطناعي كالسدود والطرق والبنايات. إرساء الموارد، تعريف المنظر الطبيعي هو مجموع المكونات أو المركبات لوسط طبيعي ما، أو كل ما يظهر في مساحة من سطح الأرض بشكل دائم،
إما ثابت كالأشجار أو متحرك كالحيوان، إما طبيعي كالصخور أو اصطناعي كالسدود والطرق والبنايات مكونة المنظر الطبيعي. كان هذا في النشاط الأول. إذن أولا تضاريس كالسواحل السهول الهضاب والجبال. ثانيا الصخور تكون مكشوفة أو مغطاة بالنباتات، الغطاء النباتي يتمثل في الغابات، السهوب، الأدغال والواحات، نشاطات الإنسان يتمثل في الزراعة، بناء المدن، القرى، المصانع والمناجم، المواصلات، الطرقات، الجسور، الموانئ والمطارات، الموارد المائية كالأنهار، الوديان، المنابع والبحيرات، الكائنات الحية، مختلف الحيوانات. يوجد في الطبيعة عدة مناظر طبيعية نميز منها مناظر ساحلية، تلية، هضابية، صحراوية، ويعود أصل تنوع المناظر إلى قوى الانضغاط المسلطة على الصخور، طبقات القشرة الأرضية التي قد تكون على شكل طبقات متراكبة متطابقة، وفي مناطق أخرى تكون هذه الطبقات مائلة أو مطوية تؤدي إلى تشكل تضاريس متباينة في العلو والانخفاض وإلى عوامل مناخية، بالإضافة إلى نشاطات الإنسان الذي يعتبر من المركبات الأساسية التي تسبب تغير دائم في المنظر الطبيعي. إذن هذا فيما يخص إرساء الموارد. تقويم الموارد، أذكر المركبات الأساسية ومشتركة للمناظر الطبيعية. إذا ذكرناها قبل قليل، هذه المركبات، تضاريس والصخور والغطاء النباتي ونشاط الإنسان والموارد المائية والكائنات الحية. وأخيرا أتمنى أنكم استفدتم من هذه الحصة. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس والإعجاب، وإلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله.